أعطنا تلفونه، وأبوه اليوم سوانا عمل شعبة على البيت، إذا ما تجي نقول حسين. أما من بغداد أيضا، العوز المادي حرمها أطفالها. أخذوا الأطفال من عندك؟ إي أخذوهم من عندي، حمادي قالت لي ما أعطيك إياهم. احنا نريد نعرف شنو قصدك، الناس اللي تعرف شنو قصدك. قولي يا الله. يا الله. شنو الموضوع؟ احنا الناس مشاهدين اليوم اللي يتفهمون شنو الموضوع. محمد وال محمد. انت من حكيت وياي قلتي لي اني جهالي مو يمي واني مريضه كلش. جهالك وين؟ جهالي مو يمي. أنا متعذبة، يعني جاي أشوف العذاب يومية يومية، جاي أشوف العذاب بعيني. يعني أكثر عذاب أنا شفته، يمكن أكثر من أي وحدة شافت عذاب حياتي. شنو المشكلة اللي صارت وياك وخلت أطفالك بعيدين؟ المشكلة اللي صارت وياي هي المادة. العفو، المادة كسرتني. مادة ما عندنا، لا راتب عندنا، لا معين، لا أحد غير بس الله. كنا بقيتها من كانوا صغار أطفالي، يعني عمر 3 4 سنين. كنت أدزهم المزبلة، قبالنا أدزهم المزبلة يلمون قواطي، كلش قريبة علي، يلمون قواطي ويجون. أنت ما عندك أحد يشتغل يعني؟ ما عندي راتب. ما عندي، كل شي ما عندي. يلمون قواطي ويجون، من دخلتهم المدارس بطلتهم. قلت خطية، يعني نبيع هالقوطي، هالقوطيتين يشوف بيش الكيلو نبيعهن، أجيب لهم بيهم ملابس. وحالتي المادية تعبت حيل، لا عندي راتب، إيش قد مشيت براتب أبد ما صار، إيش قد ناس قدموا لي راتب أبد يعني ما صار. يعني رعاية اجتماعية من قدمتي ما صارت؟ ماكو، مستحيل ماكو. يطلع اسمنا ويجي كشف ويجي هاي، بس ما تطلع البصمة ولا يسلمونا كل شيء، يقولون بعد وبقتانو. زين، شنو المشكله اللي صارت خلت اطفالك؟ المشكله اللي صارت هي قلت لك الماده كسرتني، ما قدرت اداوي نفسي. جيت انتقلت البيت اهلي، طلقت من زوجي، هو مريض وانا مريضه، هو يراد العلاج واني يراد العلاج، هو هم عنده صار انزلاق. اخذوا الاطفال من عندك؟ اي اخذوهم من عندي، حماتي قالت لي ما اعطيك اياهم. لا يعني شنو ما يخليك تشوفيهم ابد؟ يعني هاي كلها بسبب انه ماكو فلوس يعني؟ والله بسبب شنو يقولوا لي تجيب فلوس؟ لا يقولوا لي تصرفوا عليهم، انا من علاقه. خوش، العاد هم ليش اخذوهم دام لهم علاقه؟ تقول انت يعني هي نفسك على بيت، اجري بيت وقعدي انت وياهم اخذيهم. هسه انا هسه ما طول انت يعني بيت اخوك، بيت اخوك الصغير، انا ما نقدر نعطيهم سته، نعطيهم الى ما نقدر. انا وينش بيت، وينش مكان زين، وينش مصرف، وين ما نلقيك يوم، ما هذا كله تبعني. يعني انت لازم تأجرين بيت ولازم من تقدرين تصرفين عليهم، يا الله يعطيك اياهم. زين، اذا هذني ما تحقق ان هم ما يصرفون عليهم؟ نقول لي ما تشوفينهم ابد بعد، وتنسين عندك يعني اطفال يمنا، تنسين ما تشوفينهم، تنقطعين وياهم الاتصال لا مكان. يحاولون يتواصلون يا شيخ. هم يحاولون يتصلون بيك، يحاولون يحاولون جاي تزور لي بصمات، يقولون لي ما رجعي، احنا ما عندنا غيرك، ما نقدر نعوفك، واني ما اقدر يعني ارجع، صار صعب علينا، طلقنا انفصلنا. اسمع بصمه بنتي. الو يما، والحسين اذا ما تجين اليوم باكر من الصبح يا عذاب، ولساتنا ما حافظه، يعني ما حد جاي يعطينا تلفونه، وابوه اليوم سوانا عمل شعبه على البيت، اذا ما تجين قول حسين اسال عليك. انا جاي احكي وياك، لان المال مكان قايتكم، الحل الوحيد هو الشهر الثاني، اذا تنجون بي أحسب لكم إياه بالشهر الأول والثاني 100، تعالي بس خلص الشهر الثاني وعود روحي. خطية تريد تقرأ هي؟ تريد تقرأ تقول راي سقطني يمه، وشوف البصمات دازي لي إياها. زين، شوف يمه عبيرة عينه. ما ناشدتك شنو حتى احنا نوصلها؟
شو مناشدتك شنو حتى نوصلها؟ مناشدتي اني يعني انت تريدين مثلا بيت ويتاجر حتى تقدرين تاخذين اطفالك يمك؟ اطلب من السوداني اللي اني عرضه واني مثل ما يقول يعني مواطنه من المواطنات اللي هنا، هو هذا حقي يعني مو حقي، لا حقي هذا عراقي وحقي يعني هماتين اللي يعني شو اقول لك قطعه بي لازم صغيره لازم اقعد. أنا أطلب من السوداني ومن الناس الشرفاء ومن الناس الطيبة ومن الناس الخيرة ومن الناس اللي تخاف الله وتتقى الله البعيدة عن العراق خارج العراق وداخل العراق اللي يخافون الله ويريدون يحضنون أطفالهم يحسون بي. إن شاء الله توصل مناشدك. أنا إن شاء الله جيتك اليوم حتى أنه يوصل صوتك. الموضوع ده موضوع مادة في الخيرين هواي إن شاء الله. إن شاء الله هو الموضوع مادة بيسمينا للسكن. بصير يسكن حافظ على اطفالي كل شيء ما اريد. اريد المحل صغير اقعد بيه انا واطفالي واثق كل شيء ما اريد واشافي نفسي.